الحادي عشر من يناير 2024 ربما سيصبح تاريخاً عالقاً في الأذهان لعقود طويلة، حيث تمثل فيه إسرائيل للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وفقاً للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الحكومة الإسرائيلية. ملف وثق عدداً من جرائم قوات الاحتلال على مدار 3 أشهر في القطاع الفلسطيني كان وراء تحريك هذه الدعوة التي أكدت على أن قتل إسرائيل للفلسطينيين والتسبب في أذى نفسي وجسدي لهم وتهيئة ظروف معيشية تهدف لتدميرهم نفسياً يعد إبادة جماعية. لم تغفل الشكوى الحصار المفروض على غزة والقصف المستمر الذي تسبب في نزوح أكثر من 1.9 مليون داخل القطاع واستشهاد أكثر من 23,000 مدني. وتقول الدعوى إن إسرائيل تتقاعس عن توفير الغذاء والمياه والوقود والمساعدات الإنسانية، ولم تمنع مسؤوليها من التحريض على الإبادة الجماعية ما يعد مخالفاً للقوانين الدولية، لذا طالبت الدعوى بفرض تدابير طوارئ لوقف الانتهاكات الإسرائيلية. تأتي هذه الدعوة في توقيت تشهد فيه حكومة نتنياهو تخبطاً غير مسبوق، ما يثير المخاوف في تل أبيب من المثول أمام محكمة العدل، خاصة وأن الإبادة الجماعية تعد انتهاكاً وإثباته يتطلب توثيق الممارسات وإظهار نية الإبادة، ويرى مراقبون أن ممارسات وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن غزة تثبت تورط دولة الاحتلال في ارتكاب جرائم حرب. فهل تدفع هذه الدعوة إلى وقف إطلاق النار بشكل مستدام؟